يا خواجه الناس لبعضيها مش كده عاد. طب ما اقول لك بقى، انا لا يمكن نتنازل عن حقي ابدا. 47 جنيه و300 وكم سنه ملام يا خواجه، انا ما ربنا هيعدلها لحد امتى بس؟ ست اسهر لحد النهارده عمال تجر مني سكك، جبنه وخلاوه وزيتون وبعاد وبسطرمه ومرتديله. ايه؟ ما هو اتقل الماي، انا ما قلتلكش شيء. لا ما قلتلكش. جد اللي في البرازيل ماله؟ هيبعتلك بضاعه بالفلوس دي. بضاعه ايه بقى يا خدق؟ بن وسكر وشاي وزيتون احمر. زيتون ايه يا سيدي؟ احمر. في حاجة اسمها زيتون أحمر عند جدي. ما هو الزيتون يسود يخضر وبس. يا سويس خليك معايا، ما تبقاش خواجة. البلح أول ما بيطلع مش بيبقى أخضر؟ آه. وبعدين يحمر؟ آه. وبعدين يرطب يبقى لونه إيه؟ أسود. غلط معش. آه فهمت، يعني زيتون جدك رطب. اسمنت عليك وعلى نباتك. لا سويس افهم بقى يا خواجة، بلاش غباوة. جد الابعد هيبعت لك زيتون احمر من البرازيل، عبال ما يوصل مصر يكون رطب يعني اسود. انا مش ممكن نتنازل عن حقي ابدا. سوف ما اقول لك، يا الفلوس يا الخبز. خبز؟ يعني مصمم على كتابه المحضر؟ ايه امال ايه؟ انا لازم نأدبه، انا لازم نلعبه على السناكل. انا راح نخليه يبطل الفتر دي طول عمره. طب بس بقى، اسمك ايه؟ باجو مسفريتو كاتوليانو باستانو ارسيان جوندوبولو كوكاس باولو فاستاولو بولو فينو باجو. الله يخرب بيتك، كل ده اسم؟ لا، واسمه الدلع كمان. كمان؟ زي سوسو وميمي بشحلانة احد. قولوا كمان. باجو مسفريتو كاتوليانو باستانو ارسيان جوندوبولو كوكاس باولو فاستاولو بولو فينو باجو. واسمي الابعد والداي. ايه فوالدي انا جايبه معايا، اتفضل يا ابعد. لا خليك انت الاخر، نبقى نستجوبك. اسمع حضرتك ايه؟ انا كلمه ورد غطاها، ابو لمعه اصلي. وبتشتغل ايه؟ لعيب كره كاوتش. ما انا عارف، بس شغلتك تبقى ايه؟ بقى في كونش معاك. انت كذاب، اخرس انت. مش مصدقني الخواجة، حد ينسى يوم ما جت فرقة المغرب تلعبنا؟ ده كان يوم، كان يوم له العجب. الجمهور مالي الملعب بقى فوق بعضه كده عمال يصاصي، ونزلت فرقة المغرب كده تتمرن، وانا لوحدي استنى الفرقة بتاعتنا تيجي، محدش جه. وبعدين الحكم صفر، قلت ما بدهاش بقى وجب. انت لوحدك وقلت وجب؟ ازاي يا خفيف؟ سيبك، المخ النظيف نظيف. لبست انا 13 فانيلا فوق بعض، وال 13 شرط فوق بعض، وال13 بلقافيه جزمه فوق بعض، ونزلت لك انا واحد ورا واحد وانا بالكره قدام. يا لخوتي فسار فسار كبير. استنى انت لما نشوف اخرته. يا السويس الكلام دي ما يخصش مخي ابدا. الفرقه بتاع الكاره 11 واحد، ازاي بقى تبقى الفرقه 11 وهو ينزل 13؟ ايوه والله صحيح. ازاي الفرقة تبقى 11 وتنزل انت 13؟ ما انا كنت نازل بالاحتياطي. عملنا الطص جه علينا، قلعت فانيلتين وطلعتهم بره اللي هم الاحتياطي. اه. وابتدى الماتش. انا ادى الكرة ليا طلع بيها. يا شبابي عاوز نفهم. اه. مين ادى لمين؟ انا. ها؟ ادى ليا. كده. اه. ليا بعتها للوينج ليفت الشمال. واد النبي يعجبك ملحلح قوي. يطلع مين الوينج الشمال؟ انا. كده. الوينج الشمال. ايه؟ بعتها للوينج اليمين، واد النبي خيخه كده وضعيف وجسمه الا كده يعني ما تعرفش، ضعيف قوي. يطلع مين الوينج اليمين؟ انا. هو ده بقى، هو كله انا 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 انا. هجم عليا الباب. ها؟ رخبتني فاول في رجل الشمال كسرها. باختصار كده جت الاسعاف شالتني. وبعد ما سليتك الاسعاف؟ لعبنا رقصين واحد. يا خبر اسود يا سويس. افهم بقى يا خواجه، كل ده كان في الحلم. لا يا شبابي، دي ما كانش في الحلم. امال كان فين؟ في النادي الاهلي. مظبوط، بالامانه كنت بتفرج هناك. انا كمان شفتك، بالامانه كنت قاعده جنبك وحاطه 22 رجل على 22 رجل. هي مين دي؟ ام 44. حرام يا فندم. طب استنوني بره 5 دقايق وبعدين هبعت لكم.
بس اعمل معروف يا شواش، انا مستعجل، عندي ماتش بعد بكره. همشيك على طول يا كابتن. تشكر يا شواش. يلا يلا يا كابتن. والله العظيم.